بينما يتصاعد دخان الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذراً بتصعيد محتمل بين الجانبين، تبعث أمريكا برسائل استسلام أمام صراع شامل في الشرق الأوسط. لا تعتمد علينا في وقف الهجوم الإسرائيلي، هذا ما حذر به البيت الأبيض حزب الله في موقف يدل على أن واشنطن لا تستطيع منع إسرائيل من الهجوم على شمال لبنان. وكان قد أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN في وقت سابق أن إدارة جو بايدن مستعدة تماماً لدعم حليفتها إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. بحسب صحيفة بوليتيكو، قال مسؤول مطلع على المناقشات إن الرسالة الأمريكية تهدف إلى دفع عناصر حزب الله المتمركزين في جنوب لبنان إلى التراجع وتهدئة الأزمة المتفاقمة على طول الحدود. وقال المصدر ذاته إن الرسالة نقلت بشكل غير مباشر، في حين أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع حزب الله وجهاً لوجه لأنه مصنف على أنه منظمة إرهابية. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي غربي قوله إن حزب الله بدوره بعث برسائل إلى الولايات المتحدة، مفادها أنه في حين لا يريد حرباً فإنه واثق من قدرته على توجيه ضربات كبيرة لإسرائيل إذا هاجمت لبنان. أما من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: سنحاول في الأسابيع المقبلة حل الصراع مع لبنان، ويفضل أن يكون ذلك بالدبلوماسية.